جن لل للدبل سيركليشن، بتتركزوا كتير كتير منيح لانه صعب شوي. اوكي، تقدر فوت بعدين بالمشكله اللي بتصير. هلا اذا انا مشيت على مهلي وانتو فهمتوا بتطلع الصعب سهل، بس اذا ما تبعتوني ما بيمشي الحال. هبلش من الاورجنز من هون من الوان. اوكي طيب، الكل معي؟ اول شيء بيكون ايه البلاد، عندنا نقطة دم هون موجودة، بدي اشوف كيف الستاب حتمشي، كيف حترجع تروح؟ بعد الاورجن وين حتروح؟ ان فينا كافا تو. بينك اوكي، دلو مكفى هيك 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 هيك، بعدين وين حيروح؟ على الرايت اوريك اوريكل، بعدين بعدين اللانكس لا قبل اللونجز بينزل لوين؟ على الرايت فنتركل، بعدين بعدين شو؟ بالمونري ارتري. خليني ارجع اعيد انا وياكم. بلش وان بالاورجن، اوكي تو فينا كافا، ثري رايت اوريكل، فور رايت فنتركل، فايف المونري 6، وين بصير؟ لانكا لونج لانكا بتري او باللونجز يعني اهم شيء. 7 المونري بعدين بكفي تو لاي تو ليفت شو اوريكل اللي هي شو؟ 8 ولات فانتريكال 9، بعدين بروح لشو؟ اورتا. اوكي، يعني عندنا كم سيركليشنز؟ 2 اور 1؟ 2 سيركليشنز، وحده مع اللونج ووحده مع مين؟ مع الاورجنز. طيب خليني ارجع لكم. 1 طلعت البلاد على الفينا كافا، رايت اوريكل، رايت فنتريكل، بالموناري ارتري، لونج، بالموناري فين، لفت اوريكل، left ventricle، aorta. شو هدف؟ what is the objective او المين objective of pulmonary circulation؟ هيدي اللي فوق، ليه بده يطلع الدم على اللونجز؟ to oxygenate the blood and to get rid of carbon dioxide. فاذا the blood is important to pass through the pulmonary art pulmonary circulation in order to be oxygenated and to get rid of carbon dioxide. فإذا الدم بيطلع على اللونجز تياخد O2 ويعطي CO2. شو هدف الدم بروح على الأورجنز؟ ليه الدم بده يروح عند أعضاء جسمنا؟ To give to supply the organ with oxygen. Okay, to supply the organs with O2 and get rid of carbon dioxide. بيعطيهم O2 ونيوترينتس بياخد CO2 waste. فاذا الدم بيطلع على lungs، ليش بيطلع على lungs؟ to be oxygenated and to get rid of carbon dioxide. وليش بروح على الاورجنز تحت؟ تحت يعطي الاورجنز O2 ونيوترينتس and take carbon dioxide and waste. يعني شباب صبايا، الدم عنده او القلب عنده two circulations، عنده دورتين، عنده بارمتين. اول برمه بتكون مع مين؟ مع اللونج المنى، وتاني برمه بتكون مع الاورجنز، مع اعضاء جسمنا. مثل مين؟ مثل عقلنا، راسنا، اجرينا، ايدينا، كل شيء، الليفر، سمول انتستين، اللارج انتستين، مع كل اعضاء جسمنا بيمرق الدم. ليه بده يمرق الدم بالاعضاء الجسم؟ تيعطيهم O2 ونيوترينتس، تيغذيهم وياخد منهم الويست والكربون دايوكسيد. فهمنا ولا ما فهمنا؟ حدا ما فهم ليش هول السيركيليشن تو؟ حتى يعطي سي او 2. حدا عنده مشكله بوحده منهم؟ انا بعيده، ما بكفي الا ما تقولوا لي انا فهمت. لا، حتى يصير عندنا تبادل. فهمتوا البالمونري شو دوره والسيستميك شو دوره؟ ايه فهمنا. حدا ما فهمها او ما فهمها كثير؟ برجع بعيده. في انا كله صراحه ما فهمته. اوكي، هعيد البال
حعيد البالمونري سيركيليشن. طف المايك لأقدر اشرح. بالمونري سيركيليشن ليش الدم بدي يروح على القلب، على عفوا على الرواية؟ ليش الدم مثل ما شايفين بيطلع على الرواية؟ الدم بيطلع على الرواية، القلب بيبعت الدم على الرواية to be oxygenated، يعني the blood should be oxygenated، لازم يكون rich in O2 and poor in CO2. فإذا الدم طلع على الرواية تياخد O2 ويعطي CO2، بعد ما طلع على الرواية بده ينزل على القلب. وين حيبعته هلأ؟ على الخلايا. يعني أنا لخلايا جسم الدلع عايشة مفروض يوصل أكسجين ولا لا؟ مبلا. يعني الدم بده أكسجين وبده مواد غذائية، مين بوصل له هني؟ القلب عن طريق الدم بالسيستاميك سيركليشن. يعني ليكو شو حارجع عيدا هون، كان الدم هون rich أو poor in auto؟ poor in auto. هون الدم لونه أزرق، poor in auto. بعده جاي من عند الأعضاء، جاي من عقلنا، جاي من إجرنا، جاي من وما بدكن، من عيوننا، من تمنا، من كل أعضاء جسمنا جاي وصل لعند مين؟ right auricle، right ventricle. عم بيكون poor in auto لأنه الخلايا أخدوا الأوتو، بقوم بيبعت القلب الدم عند الرواية حتى ياخدوا شو؟ أوتو. هون شو صار هلأ؟ الدم ريتش إن أوتو، بكفي بكفي بكفي. مين حيبعتوا القلب لعند مين؟ لعند الأورجن. يعني لازم يفوت عنده أوتو ويطلع شو؟ ويطلع بدون سي أوتو، poor in auto. فإذا فات rich in auto طلع poor in auto. هون فات شو؟ rich فات poor in auto. poor in auto هنيك rich. يعني انتو بدكن تعرفوا شغلة، ليش الله خلق اللونجز؟ تخلي الدم عنده أكسجين ويتخلص من السي أوتو. طيب بعد ما صار عنده أوتو وين حيروحوا هلأ هول الأوتو؟ لعند مين؟ لعند أعضاء الجسم، عند يعني أول شيء بيطلع على اللونجز الدم، بعدين بينزل لوين؟ بيرجع على الأورجنز. على الأورجنز بيطلع على اللونجز يعني حدا بياخد الأوتو. مين اللي بياخد أوتو من الدم؟ الأورجنز. مين اللي بيعطي أوتو للدم؟ لونجز. فهمت يا زياد؟ فهمت يا زياد؟ واضح واضح استاذ افهم. ايه واضح واضح يا استاذ افهمت. اوكي هلا هون عندنا سؤال شهاده، بتعرفوا سامعين بالولاد اللي بيخلقوا عندهم هول ان ذا هارت، بيطلع عندهم هول ان ذا هارت، بيكون عندهم ثقب بالقلب؟ ايه فتحه بالقلب هي. ايه بيعملوا لهم عمليه. اوكي حنشوف هيدي شو تاثيرها. Certain children show the following signs. في أولاد محددة عندها following signs. Bluish lips، عندهم هيك اللبس تعونهم بكونوا هيك مثل bluish، لونه مثل blue. Accelerated respiration، بيتنفسوا بطريقة سريعة. Lack of energy، عندهم ضعف بالenergy، ما بيقدروا يمشوا يعني ما عندهم طاقة قوية. فإذا أولاد عندهم هيك بتلاقوا مثل كأنهم مزرقين شفافه، وتنفسه بيكون كتير سريع، وعنده ضعف بالطاقة. In these children the heart shows the presence of a hole. فإذا هيدا الولاد عندهم hole بقلب الوال between right ventricle and left ventricle، هيها بين ال ventricles right and left. شفتوها؟ اوكي شفتوها؟ اوكي. شو سبب pick out from the text the cause of the cardiac abnormality؟ شو السبب؟ ليه عنده مشاكل هيدا الولد؟ شو سببها من التكست؟ شو عنده شيء مش موجود؟ presence of شو؟ the presence of a hole in the wall between right and left ventricle. نحن عنا شيء hole between right and left ventricles؟ لا، لأنه عنا septum. هيدا الشخص ليه هو مش طبيعي القلب عنده؟ لأنه عنده فتحة بين الرايت أند لفت فانتريكلز. طب شو هن الساينز أوف ذيس أبنورمال؟ شو معنى الساينز؟ معنى السيمتومز. شو هن العوارض أو الأشياء اللي منشوفهم عند هيدول اللي عندهم هيدي الأبنورمالية الفتحة؟
كيف بعرفهم؟ عندهم بلوش ليبس accelerated respiration و lack of energy. اوكي صعبين؟ طيب بدي اشرح شغلي هون. هون الدم بفوت بور ان او تو ولا لا؟ لما بتفوت الدم من هون هيك مش بفوت بور ان او تو؟ هاتا اعمله باللون الازرق. خليني اعمله باللون الازرق. وين راح؟ اوكي هون جاي من الاورجنز باللون الازرق بفوت من هون بعدين بكفي لوين؟ لتحت. مزبوط. كان وين قبل يروح؟ مش كان يروح على اللونجز قبل ولا لا؟ بده يروح على اللونجز. ليش؟ لحتى يربح اوتو ويخسر سي اوتو. مزبوط ولا لا؟ بقوم هيدا الدم. شوف شو بصير في هيدا الدم. هيدا الدم بدل ما يطلع على الرواية حيروح لوين؟ حيروح بهيدا الميلة بالفتحة ويروح عند الأورجنز. يعني هيدا يعني الأورجنز بهيك حالة عم ياخدوا دم عنده كتير أوتو ولا قليل الأوتو؟ قليل أوتو. ليكو هيدا من الأسئلة اللي جدا جدا صعبة ومستحيل تجي بالشهادة. أنا عم قلكن إياها بس قلت منشتغلها ومنحل منتقوى. أوكي؟ مستحيل 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 يقطع شي هيك بالشهادة لأنه هيدا قطع قبل وغير هيك جاي بالدورة التانية يعني جاي مبكلة وما بحس أبدا إنه بقلطوا لكم. أنا متأكد ما بقلطوا هيك شي بس بدنا نشتغلهم. طيب هيدا الدم إجا من الأورجنز عنا أورجنز. أوكي هيدا عروة مش مستعجل عم بتحدث أنا وياكم فيها يعني ما حدا يكون مكتئب أو شي. جاي الدم من الأورجنز ريتش أو بور إن أوتو؟ بور ان اوتو. لوين راح؟ على الرايت اوريكل. بعدين رايت فنتركل. بدل ما يروح على اللونجز في بارت منه في بارت من الدم هيدي وين راحت؟ بالهول بالفتحه وطلعت عند مين؟ عند الاورجنز. يعني الاورجنز لهدول الاشخاص اللي عندهم فتحه عم يوصل لهم كميه دم بقلبه اكثر اوتو او اقل من اللازم؟ أقل من اللازم. أقل من اللازم. أقل من اللازم. طيب بهيك حالة ما عنده أوتو بالدم كافية فعنده شيء إنرجي هو؟ عنده طاقة؟ لا. لا. بحسه على طول هيدا تعبان وعم يتنفس كتير لأنه بده أكسجين ما عم يجي أكسجين كتير على الدم. يعني بصير يتنفس أكتر. طب قادر يعمل أكسيديشن هيدا الشخص ولا منه قادر يعطي أكسيديشن كافية؟ ما في عنا ما عنا كتير أوتو. أجي أحكيها هون. شوفوا هون كيف الوضع. ليكو شو الدم كان من هون طلع نزل على القلب رجع طلع عند اللونج صار عنده ريتش ان اوتو بيرجع بكفي بينزل وبروح لوين؟ هيدي طبيعية. هيدا الشخص طبيعي ولا لا؟ طبيعي. عم يطلع الدم من الاورجنز على شو؟ على الهارت. اول شيء اورجن بعدين وين؟ هارت. بعدين وين؟ لونج. لونج بعدين بعدين وين بروح؟ هارت. بعدين وين؟ اورجن. خليني اشوفهم انا وياكم. اورجن بروح لوين؟ هارت. بيطلع لوين؟ بينزل لوين؟ بيرجع على الهارت. بيرجع بيطلع بيرجع بروح عند الاورجن. ليكو من هون لهون من هون لهون شو اسمه؟ بالموناري. ومن هون لهون شو اسمه؟ سيستميك. يعني مرة بين الهارت والأورجن ومرة بين الهارت واللونجز. ليكو هيدا شو بصير في الدم؟ اجا من الأورجن هنعتبر هول من الأورجنز. اجا الدم فات لهون نزل منه بيطلع لفوق عند الرواية والمن والبارت التاني وين بروح؟ عند الأورجنز. يعني عم بروح عند الأورجنز الدم عنده كتير أوتو ولا قليل أوتو؟ قليل. يعني الأشخاص اللي عنده فتحة بالقلب عنده هول in the heart قديش بتكون كمية الأكسجين أكبر ولا أقل؟ بتكون
بتكون قليلة قليلة. بس قول أكسجين، يعني شو بدي أحكي عن مين؟ عن الأكسي؟ أوكسيديشن. عن الأكسيديشن. فإذا بس قول أوتو يعني الأكسيديشن، يعني عنده إنرجي أكتر ولا أقل؟ أقل. يعني هيدا الشخص إذا قلت له طلع لي على آخر طابق بيقدر يطلع ولا بيتعب ولا ما عنده طاقة ولا يمكن يوقع هو طالع على فكرة؟ يعني هيدا إذا كتير تعب بغيب عن الوعي. مزبوط، عشان ما عم ياخذ أكسجين منيح، ما عنده كمية أكسجين طبيعية، فما عنده أكسديشن كافية بالسيلز، ما بيقدر يعطي طاقة قوية. بهيك حالة إذا غطى قلبه بيعطوه هوا بالتنفس اصطناعي، مزبوط ولا لا؟